مشاكل الإبصار مشاكل مزعجة للغاية. حوادث كتير بتحصل بسبب مشاكل الإبصار. حاجات المزعجة جدا ضعف النظر، موضوع كبير قوي يعني، عدسات وليزك وزرع، موضوع كبير جدا جدا جدا. قصر، طول، استجماتيزم. التلات مصطلحات دول تقريبا انا يوميا يعني، لو انا مثلا بشوف 30 عيان في اليوم، هنقول مثلا منهم 15 عيان المصطلح ده بيتردد بينهم هم الثلاثه. قصر والطول استجماتيزم هم واحد. انا بشبهها زي الكاميرا، لو انا بصور حضرتك بكاميرا وعملت التركيز فوكس على الحاجه اللي قدامك، فهتطلع الحاجه اللي قدام حضرتك واضحه وانت صورتك مزغلله، فده قصر. لو انا ركزت على الحيطه اللي ورا حضرتك هتطلع الحاجه اللي هناك واضحه وحضرتك برده صورتك مزغلله، فده الطول. طب لو انا ميلت الكاميرا كده هتطلع صوت حاجه مزغلله والحاجات التانية واضحه، فده الاستجماتيزم. الارقام بتاعت النظر لما بتتغير مع السن ده معناه تدهور في حاجه. يا خبر ابيض، دي مصيبه عندي دي بقى. الارقام بتاعت النظاره ممكن تتغير مع النمو، لكن هي عمرها ما بتبقى ثابته، وبالتالي انا كل سنه اي حاجه في جسمنا بتكبر مش بتفضل مش بتصغر. فانا لما بيكون عندي قصر او طول الرقم ممكن يتغير مع نمو العين، لكن ما هو ثابت. قصص كثيره جدا في عالم المشاكل الابصاريه. خليكم دايما مع بعض. لو عندك أو عند أي حد يهمك مشكلة في عينيه، ما تترددش تتصل بينا في طبيبي